اهم حاجه او الف ب بسكوت دقيق وزبده. زبده كويسه وتكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش ساقعه في الثلاجه، وما تكونش ان انا جايباها سايحه متسيحه على النار ولا الكلام ده كله، لا انا طلعتها من الثلاجه حطيتها في المطبخ وساعتين كده ولا حاجه وبدات ان انا استخدمها. هتستخدمي بيض يبقى بدرجه حراره المطبخ، ما تطلعيش من الثلاجه تستخدمي البيض فيه. هتستخدمي الدقيق، في ناس كتير تقول لك الدقيق عشان ما يسوسش فهنحطه في الثلاجه، المقادير كلها تبقى بدرجه حراره المطبخ بتاعتك. ما ينفعش ان انا اطلع حاجه من الثلاجه واشتغل بيها على طول. طيب السكر نفس النظام، اي مكونات موجوده عندك بتحطيها في الثلاجه لا تطلعيها قبل الاستخدام. مقادير بسكوت الزبده معانا على الشاشه، ومقاديرنا ان شاء الله باذن الله. هستاذن صباح الفل يا جمل، هستاذن جمل كده ان احنا نسيبها شويه علشان حبايبنا يصوروها ويحفظوها عندهم. بسكوت الزبده بيقول ان انا معايا ايه، كوبايتين وثلاث ارباع دقيق، والدقيق يا اما تكوني جايباه من الفرن الافرنجي سايب وتقولي له انا هعمل بيه بسكوت، يا اما الدقيق اللي هتجيبيه من السوبر ماركت ويكون مخصص للبسكوت. عندك خيارين، ما تجيبيش من عند العطار، ما تجيبيش الدقيق بتاع البسكوت والكحك من عند العطار الا اذا، الا اذا، وشدوا كذا خط تحت الا اذا دي، الا اذا كنت تقولي له انا هعمل بيه بسكوت نفس اللي هتقولي لي بتاع الفرن الافرنجي، يا اما لو هتجيبي من السوبر ماركت تجيبي اللي مكتوب عليه خاص بالبسكوت. طيب معايا ربع كوبايه من النشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، معايا بيضتين والبيضتين يكونوا كبار، ولو البيض صغير يبقى ثلاثه، معايا كمان معلقه كبيره من الفانيليا ممكن تكون سايله او باودر ما عنديش اي مشكله، ربع كيلو زبده ويكون بدرجه حراره المطبخ، ما يبقاش من الثلاجه ولا يبقى سايح، نص كوبايه سكر بودره ورشه بسيطه جدا من الملح، شعره بين ايدينا كده. طيب عندنا العجان، وهبدا ان انا احط ايه؟ هحط الزبده، اول ب برضو الف ب بسكوتات زبده وسكر، يتخلطوا كويس مع بعض، ومستخدمه في الخلط سلاح الكف، وهبدا ان انا اعمل كده. بسم الله. بشغل اول درجه على الهادي وبعد كده ببدا ان انا اعلي السرعه بتاعتي شويه، مجرد ما الزبده والسكر يدخلته كويس مع بعض ابدا انزل بالبيض والفانيليا. ثانية واحدة عشان الحلة ما كانتش مقفولة كده، اتقفلت. اعمل كده ومعاه الفانيليا، هوقف كده واجمع كل اللي في الجوانب وابدا ان انا اخلط تاني بالشكل ده. دخلت معايا عندي ايه؟ المواد الجافه بتاعتي بتكون عباره عن ايه؟ عندي دقيق وعندي نشا وعندي بيكنج باودر، وابدا اقلب ده كله كده مع بعض. وخلوا بالكم ان عجينه البسكوت سواء بالزيت او بالزبده او بالبسكوت النشادر او البرتقال او ايا كان نوع البسكوت، العجينه بتاعته بتكون ملزقه فيها تلزيقه، ما بتكونش ملمومه، ما بيحتاجش ان هو اعجن كتير، هو مش قرص ولا الكلام ده كله، ولا عجينه هنبدا ان احنا نعجن فيها كتير قوي عشان تعمل عرق، انا مش عايزاه يعمل عرق، فيدوب مكونات بتتخلط مع بعضها بطراطيف ايدينا. هنشتغل بالعجان يبقى احنا مش محتاجين نستخدم طراطيف ايدينا.
بصوا انا عملت ايه، انا بدات ان انا احط الدقيق بالنشادق بالدقيق اسفه بالنشا بالبيكنج باودر شويه شويه. هبدا ان انا اعمل كده وابص على العجينه هشوف هل هي محتاجه شويه دقيق كمان مش محتاجه، هل هي هناخد الكميه كلها او لا. اهم حاجه كميه السوائل اللي انا حطاها اللي هي الزبده والبيض تبقى مظبوطه. طيب نونا انا شايف ان انت اصلا وانت بتشتغلي انت لو العجينه لمت كده انت ما خدتيش حتى نص الكميه. مش مشكله، هو انا شايفه ان احنا هنحتاج اصلا حبه من الدقيق بس، ممكن يبقى معلقه او معلقتين. بصوا دي كده تلزيقه، بس التلزيقه جامده يعني محتاجه لها معلقه او معلقتين من الدقيق. بصوا هحط معلقه او معلقتين من الدقيق واخلطهم مع العجينه ويبقى كده خلاص. خد مني وقت؟ ما خدش مني وقت خالص، ما خدش مني وقت خالص. انا هعمل كده واروح واخده كده معلقه اهي بالشكل ده. ثانيه واحده، ثانيه واحده، حطيت معلقه الدقيق، لميت بقيه العجينه فيها التلزيقه اللي انا قلت لكم عليها، لكن هنعتبر ان هي خفت شويه. ما بعجنش، يا دوب بلم. وادي التلزيقه، وطبعا ممكن تكون على التلزيقه كمان عشان الكلافز اللي انا لابساه، لكن هي كده تمام وزي الفل. هنحط العجينه بتاعتنا في كيس الحلواني اللي احنا هنقطع بيه البلبله بتاعت بسكوت الزبده اهي يا جمال، شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي البسكوت الزبده. التقطيع بقى بتاعته سهله جدا وبسيطه، الصينيه بتاعتي مش هدهنها حاجه، وهبدا ان انا اعمل كده، بقسم التقطيع على اتنين او الكميه على اتنين وببدا ان انا اعمل كده. بسم الله. بالشكل ده كده بطريقه سهله جدا وبسيطه على حسب ما انت عايزه. بالشكل ده كده متهيالي اسهل من كده مش هتلاقي. عجينه مضمونه، مقادير مظبوطه، ماشيه عامله زي الملبن اهي، وطبعا شكلي زي ما انت عايزه بطريقه سهله جدا وبسيطه. دي كانت اول طريقه للبسكوت معانا النهارده، عملنا بسكوت الزبده ما خدش مننا ثواني في ايدينا، وهيطلع معانا ان شاء الله باذن الله هنسويه على درجه حراره 170 هيطلع معانا زي مش محتاجه غير الله اكبر كوبايه شاي بلبن. بصوا عامل ازاي، تعالى ذوق انت. طيب كوبايه شاي بلبن وصحتين وعافيه على قلبك يا رب.